زي ما احنا شايفين وصل عندي المحول تبع الفي ار لكاميرا السوني 5 زي ما احنا شايفين، وصل عن طريق البريد. طبعا ما في اي رسوم دفعتها للبريد. هنا هذه الطرود معفاة زي ما احنا شايفين، وصلت من شركة سوني من المانيا. لاحظوا لقيتها بصندوق البريد، لاحظوا في هنا كمان خدمة للبريد عن طريق فواتيركم بقدر اسدد المدفوعات تبعتي زي ما احنا شايفين. لو سمحت البريد لأي ساعة دوام؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ من 8:30 لـ 4:30. أوكي شكرا. طبعا الخدمة ممتازة وسريعة. على السريع استلمت الطرد تبعي زي ما احنا شايفين. في كمان صراف عند البريد زي ما احنا شايفين. لاحظوا خدمة سريعة. زي ما احنا شايفين هذا هو الفي ار كاميرا ادابتر لسوني بلاي ستيشن 5. طبعا هذا هو محول العرض للفي ار، لانه نظارة الواقع الافتراضي لازمها محول عرض اللي هو في ار كاميرا ادابتر، بيجي مجانا وصلني عن طريق البريد الاردني زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن اشوف الفيديوهات اللي بتيجي 360 درجة عن طريق نظارة الفي ار، بشبكها بجهاز البلاي ستيشن وبقدر بعديها ادخل على تطبيق اليوتيوب، ومن خلال التطبيق بقدر اتصفح التصاميم او اي برامج او اي تطبيقات بتدعم نظارة الواقع الافتراضي. طبعا شرحت لكم في الفيديو الماضي كيف نحصل عليه بشكل مجاني. هاي القطعة شرحت لكم عنها، بنقدر نشبكها مع نظارة الواقع الافتراضي مع جهاز سوني 5. طبعا هاي القطعة مجانية، واي حدا ببيعكم اياها ما تردوا عليه، بتراسلوا شركة سوني وبتاخذوها مجانا، لانه شركة سوني ما صنعت نظارة خاصة بالسوني 5، لسه النظارة ما نزلت، راح تنزل ان شاء الله في الفترات الجاي، لكن النظارة للان مش متوافرة في الاسواق الخاصة بالسوني 5. فالنظارة تبعت الواقع الافتراضي للسوني 4 شركة سوني عملت قطعة عشان نشبكها مع السوني 5. طبعا زي ما حكيت لكم هاي القطعة مجانية. طبعا الطرد جاييني من اوروبا من شركة سوني في المانيا زي ما احنا شايفين. الحين راح اشوف محتويات الطرد معكم. زي ما احنا شايفين بفتح الطرد، لاحظوا هاي القطعة هي عبارة عن الفي ار كاميرا ادابتر، بتخليني اشغل نظارة الواقع الافتراضي على السوني 5. طبعا بدي احكي لكم شغلة مهمة، انه نظارة الواقع الافتراضي مش بس للالعاب. من خلال نظارة الواقع الافتراضي بقدر انا استعرض فيديوهات بتقنية الفي ار 360 درجة، بقدر مثلا اشوف فيديوهات هندسية، بقدر برضو اشوف فيديوهات عن الطبيعة، بقدر اشوف اي فيديوهات بتقنية الفي ار مش بس للالعاب. وطبعا هنا لسه في زي ما احنا شايفين كتالوج من بلاي ستيشن شركة سوني. زي ما احنا شايفين هذا هو الكتالوج
كتب لي هنا دليل الإرشادات كيف بشبكه مع نظارة الواقع الافتراضي زي ما احنا شايفين. لاحظوا هنا موجود اللغة العربية، هنا تعليمات التوصيل بحكي لي أوصل مخول بلاي ستيشن كاميرا في منفذ USB تايب A، بعدين بوصل بلاي ستيشن كاميرا في منفذ AUX في المحول. وهيك يا جماعة بقدر أستمتع بخاصية الـ VR على السوني 5. زي ما حكيت لكم استخدامات النظارة واسعة مش بس للألعاب، بقدر من خلالها إني أشوف فيديوهات مثلا على اليوتيوب وتطبيقات الـ VR. زي ما احنا شايفين بدي افتح لكم الكيس هنا ونشوف محول العرض. زي ما احنا شايفين من هنا بدخله في السوني 5 منفذ USB تايب A، وهاي المنطقة بحط فيها سلك الكاميرا تبع السوني. وزي ما حكيت لكم هاي القطعة مجانية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي أسئلتكم في خانة التعليقات.